آية يرفع ثم إن ربك الذي عمل السوء بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلح إن ربك من بعدها تغفر له. هذا بشرى لكل من أخطأ وهو كان جاهلا. ثم إن ربك من أكل ربي أن يأخذ من أكل شيء يجب أن تكون باب ربي فإن المغفرة يخطأ ويعمل إن ربك الذين عملوا سوء بجهالة يعني كما تقول كما أغلب الناس رأي تدع الإسلام ويتعامل بما هو ضد الإسلام أسباب لا أمكان. ربنا قال سورة صف يا أيها الذين آمنوا سلموا الإيمان يا أيها الذين آمنوا بما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتل في زمان يفعلون ما يفعلون الآن في متاع جمع لماذا يقولون تقولون ما لا تفعلون قبل في مقتل إذا نذكركم قائمة إلا ما تصلوا شعب وقوات أخواتكم مع الله كيف تؤمنون بإصلاح مريض أو سعاية أو سعى اقتصاد ولا تؤمنون بإصلاح الذات وإصلاح الجماعات لابد سواء كان للأحزاب أو رؤوس الأحزاب أو أدنى مستوى من الشعب يكون داخل مشروع الإصلاح مع الله فلا حل لمشاكلكم ومعاد والله سبحانه وتعالى لا يقبل منك عملا إلا إذا أرضيته إذا كان رضيته خرجت من جهالك خرجت من السوء اللي أنت تعتبره بحسب تلتين الشيطان لو لك أنا عم صالح وهو حقيقة سيء يغلب الرحمن بالليل والنهار إذا الإصلاح يبدأ كل فرد منكم ويرتقي يرتقي كل صالح يصبح غيره حتى عملية الانقلاب من السوء إلى الإحسان من الظلمة إلى النور من القبح إلى الجمال هي تبلى عملية وتعب في علم النفس وعلم الاجتماع هذه عمليات تطلب وقت تطلب من تخطيط وتطلب هدف واضح وجد في تطبيق التخطيط يعني مراحل هذا تجب تاخذوا مسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ووعينكم في هذه الآيات التالية في هذه الآية وعينكم تاخذوا أبا الأنبياء عليه السلام جميعا سيدنا مريم خليل الرحمن تاخذوه قدوة لكم والأسوة العظمى هي رسولنا عليه الصلاة والسلام الذي تكرم السلام عليه بكل أدب طلع 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 هذا لا يعبر عن تقديركم لنبينا عليه الصلاة والسلام إذا كان أسأتم التقدير مع النبي عليه الصلاة والسلام فأنتم أسوأ تقدير لرب العالمين ولهذا إذن وضع إصبع على الداء حين يشخص وحين استعدون للاستشفاء توكلت على الله حق التوكل وقت يتم الخير ومن جملة ما يتم الخير هو وقت يتخذوا أسوة حسنة مضى بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأدوا الأمانة كما يجب أن تؤدى الأمانة هاوش يكون ربط أنا أعونكم على البحث عن الحلول لأنكم قاعدين غارقين أكثر وأكثر في مشاكل جاء من معاصيكم وأنتم جاهلون بما رب العالمين وديني الحنيف وكتابي العزيز ورسولي العظيم عليه الصلاة والتسليم إن إبراهيم أي 120 إن إبراهيم كان أمة قانتا لله أمة أي وزن خير من أمة كاملة ومعناه هو نموذج في المستوى الكامل بالنسبة للبشرية أمة أي يستحق الاتباع اتخاذ نموذجا راقيا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله أي متذللة وأنتم اليوم في طغيان أبسطكم وعلاكم كلكم لهذا قل من اتجه هذا لا يجوز حين تحب الإصلاح
لازم تتواضع لله لكي يرفع منك ومن شأنك ويبارك في أعمالك. أئمتكم كل إلا من رحم ربنا، قضاتكم أغلبهم من أهل النار، وقت توصلوا تخرجوا من الجهالة إلى نور الإسلام، وقتها القاضي الفاسد اللي هو أبو أهل للنيران يجب في صلاح روحه يعاونكم على ضرب الفساد واخطبوط الفساد، يضرب لأن ما عادش هو أداة لتحقيق مخطط الجهنمية. من اللي حركها هو الاستعمار، وإن كان الظاهر غايب لكن وحاضر في أعماق أعماقكم، لذلك هو يلعب على أوتار